منذ زمن ليس بالبعيد اتخذت قطر سياسة سحلية الحرباء والتي تمتاز بالقدرة على تغيير ألوانها وفقا للظروف المحيطة بها، لكن النظام في الدوحة لم يعلم بأن هذه السحلية الصغيرة لا تستطيع أن تعيش لفترة طويلة حتى تموت وتفنى، وهذا ما حصل مع نظام الحمدين وإعلامه بعد قطع العلاقات مع دول الخليج. أحد ممارسات سياسة الحرباء التي اتخذتها قطر كانت موجهة لدولة الكويت، فقبل قطع العلاقات كان النظام القطري يوجه أذرعه الإعلامية المسمومة ويدبر المكائد لوطن النهار، ابتداء من دعم الغزو العراقي عليها ودعم جماعة الإخوان الإرهابية فيها، وصولا إلى تغطية مظاهرات الكويت والتحريض على العنف والخروج على الحاكم في محاولة صريحة لإثارة الفتن والفوضى. لا تتعلم الحكومة الكويتية من الأنظمة التي ركبت رأسها؟ ألا تقف الكويت على كف عفريت بسبب تعنت حكومتها؟ بعد هذه السلسلة الطويلة من التحريض وبعد قطع العلاقات، غيرت الحرباء لونها واستخدمت لسانها الطويل الذي تتغذى من خلاله على الحشرات وهم المرتزقة ممن ينتسبون للإعلام القطري والكويتي، وغيرت توجهها ليتحول التحريض إلى مديح محاولة منها لضرب العلاقة التاريخية والوثيقة بين السعودية والكويت. وهذا التطاول ليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي على الشيخ صباح الأحمد من قبل كتاب وإعلاميين محسوبين على الديوان الملكي السعودي. ذاكرة الحرباء الضعيفة التي يمتلكها نظام الحمدين ربما لا تساعده على تذكر ما فعله في السابق، لكن التاريخ لن ينسى الدور المخزي لهم في مختلف المواقف الخليجية وتدخلهم الدائم بخراب وطن النهار. الردع السعودي.